إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد كلمة دينا عوهدي إله سبحانه وتعالى إنه وفجيه ونقطة التغيير هلك وإسبدل وكبل العبان إليه كنتي بال آدي دعوس وميزان كذا يمجد له بين صهيسة وأنا بالكدوان بله إسلامك مرهدي أي لجوني تهي وح بلها كلا أني كجرين عنوانك كلمة اللي سيينا رنتي ماشي ذا يدعي محايا لي قفكي أنا بالرمضان قده هذا أنا اشكو بدلين أما بدل أنا نولشي سكسو كردين دقورس بدلي اعتقان مركا ملا صدرت الإلهي وحن اللي يهيئه الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أيضا وحينما إنما العسين إيسا أفر قضب أو مهم كلمة دون وأيس كدل وريقي دون تبين الله سبحانه وتعالى هل كان حكم مؤقتة أرضي لو يريو ولليها كالايا وحال لقاري وقت يسكول كو بلوان ومركا بلابان له وحال لقاري وقت يسقوري لهايدين ايال لقاري مدرسة بلابان إيسا حل قيدي بال لقاري تسجيل كيب بال وجراي إمادة سنوغنا هنا مركا اسكول اما جامعة الله بالله بيو دورة ريموت با وان كبرا رقصن كو اردقو حسامين يتزيل امو اسقرية لابو مركو اسقرة كدب وحال الله شرحيا قوانين تا الوا احدى اما بوحي ديسبلين الا حريرة آدابت إسكولك اللي سيبها هي هي يوحى للرباء إنو مركة أولى جماد صدح كورس كاماشا اللي وقادانا يوحى ويهي الدورة اللي قادانا يوحى مقركة لدراسيني أفر أردقاسو هدو قدبو شهادة دي وقادان لها يوحى لسين لها هدي وكوفة الشلمة وكسو بحواية كورس كي الدورة دي مقركة لغو تلقلنا وحكالو ليه كلمة دين انتا سيماركا كسو ورسانت سادرت إلهي سبحانه وتعالى وحريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سيديدنا فعلك كاف يبقى كوبا مركز تاء وقد قدون وقلو معنى قارو إنو كربيا كتب وقري مكتب وماشي حفيز كأهي مكتبة وهالكي كتب تلقين لها كاتب كي وح قريوي اكتتاب كي مال إسكو قريوي كتب وواجبين تي مربا معني نو زيادة سا هلا كان مركا كو واجبين نو نو زيادة سا إن وحل إسكو واجبي وفرض ويهي وآياد دوحا كم مقاتين إلهي ولا يهي إذن كالكلية ما إهدنا
dadka ilaahay soonka uu dul saaray ee ummada idinka idinka horreeyana waa ay jireen oo ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiyey. Isla ficilka ku jiba waxaan ka shinsanaynaa oo aan ka dheehan karnaa macno ah isqoritaan oo igtitaabkiiyo oo bimacnaheedu ay tahay halkaas madrasa marka la aaday. Madrasadan iyada ah ee la aaday markiiba waxaa laga hormariyey wax la leeyahay qawaaniin ardayga markuu meesha u yimaado qawaaniinta marka waxaa la rabaa inay isaga dhan ay beddesho. Dibadda markaad taagan tahay qof caadiya tahay cid ku xukumaysay marka ma laha. Laakiin madrasa timi soo maa waxaa lagaga baahan yahay dharkeedii, uniformkeedii, muqararaadkeedii, adaabteedi la imo. Markiiba beddelka imanayo waa tanu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay ha soomina ilaa aad ka aragtaan hilaalka aad ka aragtaan, hana afurina ilaa aad ka aragtaan, hadduu idinka qarsoomana u qadara. Markiiba waxaa lagu siiyey darsi ah halkaa hadhaaf. Madrasadan iyadaad imanaysid waxaa ka mid ah inaadan hor dhici karin, xisadii aan la gelin ma geli kartid, fasalkii aanan bilaabanin ma bilaabi kartid, imtixaanan xilligiisa la gaarin ma geli kartid. Waa shardiga ugu horreeya meesha looga baahanya. Awaamirta layna siiyey waxaa ka mid ah laa taqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yawmin aw yawmayn. Ramadaanka markuu soo dhow yahana laba maalmood ka hor amaanin ha kala hormarin soonka. Inaad hore u soomi jirtay mooyaane sida maalmahan haddaanu ku jirno oo kale, qof caadadiisu ahayd isniin iyo khamiis inuu soomo oo markiisa horeba soomi jiray ama qof qalan lagu leeyahay oo meeshii dhiba, idan waxay ka mid tahay waxay lanoo sheegay. Hadda nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam man saama يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. قف كي شكية أما صوم له ما لن شكي وكجر نبي وخلافه أيو عاسي ولي محن البريا وحلين بريا وحلي سقبا هيا هي مدرسة دا إيادا جامعة دا إيادا كالله كا إساقب حلي سقبا هيا ارتكو شروط دا كسقل وقت بي دروس بلابتا waxaa lagaga baahan yahay jadwalkaagi hore haddaad waqtiga doonto iska soo toosi jirta waa inaad badashaa. Qawaaniin baa jirta iyo wax la raacayo. Haddaad dibadda markaad joogta saa doonto aad ka yeeli jirta maya meeshan looma baahna, waxaa lagaga baahan inaad isbadasha halkaa way halka marka loo baahan yahay. Markiina haddana waxaad dareemaysaa isbedelka keliya kuma iman qawaaniinta Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bedelayaa koonka kan sistemka uu shaqeeyo dhan baa la bedelaya. Waxaa loo bedelaya waxaa la rabaa in adiga lagu diyaariyo jadwalka isku bedeli lahayd iyo jawgaad isku bedeli lahayd. Saa darteed buu nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu ramadaan u yimaado albaabada jannada dhan baa la furaa waa la ballaqaa, albaabada naartoo dhanna waa la xiraa, shayaadiintana iyagoo dhanba markaa meel baa lagu dabraay waa la xirxiraa. Markii waxaad dareentay sistemkii hore u jiray oo koonka kan uu ku shaqayn jiray ee albaabada jannada inay xirnaayeen baa la wada ballaqay, naartii albaabadeeda iska furaydoo la wada xiray, shayaadiintii meelaha wareegi jirto ina dhibi jirtana meel baa lagu xiray. Markii maxaad dareentay isbeddel baa waxaa ku yimid alkown, siiba samada iyo wixii meesha ka jiro Ilaahay subxaana wa tacaala uu bedelay. Waxaa lagu talagalay marka isbeddelkaas in adiga uu darsi uu kuu noqdo oo halkaad ka bilaabi lahayd ay tahay oo aad tiraahdid anna khalaas waa inaan isbedelo ilaan janna la yiri albaabadeeda la furay, ma waxaad marka jannada ku gelaysaa habaxsanaan nin markiisa hore salaadiisu isdhaafsisnay ama soonkaba lagu kari waayey ama leyl aanan usoo istaagi jirin ama kitaab allahi jalla wacala daqiiqadba xataa aanan heli karin inuu kitaabka ilaahay ku aqriyo ama xitaa salaada markuu ka baxaytaa tasbiix iyo tahliilba aan lagu hayn, taa suurtagal marka maaha. Maxaa yeele halka kan Ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku fuday oo meesha uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam saasaa lagu samayn doonaa. Walidaalika waxaa kaloo halkaa jira marka si aad hawsha u gashid waxaa jira muxafizaad. Maxaa kugu bixin kara? Waxaa kugu bixin kara inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u leeyahay Ilaahay habeen walbaba dad buu naarta ka xoreeya. Hadda markaas khalaas haddii lagu yiraahdo meeshaas shahaadada meeshaad heli doonto waxaa ugu horreeya kow naarta laga xoreynaya. De ma sahlana marka naarta in layska xoreeyo? Naarta in layska xoreeyo marka ma sahlana.
xoreynta naartana waxaad ku soo dhacsanaysaa habeenno yar. Jannada albaabadeeda Ilaahay uu ballaqay habeenno yar maad ku dhacsan kartaa. Naarta albaabadeeda saa loo ballaqana habeenno yar baad kaga badbaadi kartaa. Maxaa Ilaahay wuxuu yiri, lacallakum tattaquuna ayaaman macduudaad. Madrasada iyo jaamacadda aanu gelayna bisha waa maalmo fara ku tirisa. Kooras ka gaaban weligii maan arkin, kana faa'iido badan. Kooras ka miro dhal badan nama soo marin. Bimacnaa waana meesha ay culimmadu ay tilmaamayaan u iman doono markay ka hadlaan asbaabu taghyiir iyo wixii lamida. Haddaba waxaa kaloo loo baahan yahay marka maxafisaadku waxaa ka mid ah inaad cibaadada wax ka bedeshid. Cibaadada maxaad wax ka bedeli kartaa? Maxaa yeelay nabiga sal alay wasalam wuxuu ina leeyahay salaadaha shanta ah: kow, jimco ilaa jimco kale laga gaaro; labo, ramadaan ilaa ramadaanka kale laga gaaro. Qofkii uu nabiga sal alay wasalam uu tilmaamay wuxuu leeyahay mukafaraatun lima baynahunna ida tuniba tilkabaair, inta u dhexaysa dunuubta waa la dhaafaa haddii teeda waaweyn laga fogaado. Wuxuu nabiga sal allahu alayh wasalam uu leeyahay haddana cibaadada in wax ka bedeshaa loo baahan sooma? Nacam, wuxuu leeyahay nabiga sal alayh wasalam, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba wufira lahu min dambihi ma taqadam. Qofkii sooma bisha ramadaan isagoo ay ka tahay iimaan, isagoo ay ka tahay ajiraadin, ilaahay dembigiisa hor u dhaafaa. Markii waxaa la tilmaamayaa cibaadada wax ka bedel marka. Idan haddaad iska seexan jirtay habeenkii waqti la seexda waa u dhammaaday. Maxaa yeelay halka kan waxaa leena yaa baaqi alkhayri aqbil, malag baa leh war khayrka ka raadinayo, war khayrka soo qaabil waqtiisa la gaaraye, war kan sharta ku dhici jirayo ama sharta u bixi jiray war ka istaag. Waa halka marka madrasada leh war waqtigii waa la xiri rabaa, waqtigii ay bilaaban lahayd baa la gaaray, dalabaadka lama qaban doono, waxaala wixii application noo iman doona ma qaban doono, meesha laga dhihi lahaa waxayna ka mid tahay waana madrasa meeshii iswadata wey. Salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa uu tilmaamayaa in uu yiri waxa ugu fadli badan waqtigaas waqti wax la qabtaa bin ramadaan buu sallallahu alayhi wasalam tilmaamaya. Bal qofkii bishaas intay soo gasho oo isbeddel laga waayo wuxuu nabiga leeyahay dhageysa, wuxuu yiri sallallahu alayhi wasalam xadiidkii abu hurayra, wuxuu yiri waq uusankiisa booroba uu wada nabiga sallallahu alayhi wasalam. Qaybta ugu dambeysaan u soconaynaa ama aan tilmaamaynaa wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasalam, qofkii bin ramadaan ay ku soo gasho thumma insalakha qabla an yughfara lahu, kadib bisha dhammaysta. Insilaakha waxaa loola jeedaa sida haragga uu neefka uga dhex baxo oo kale loogaga saara saa uga dhex baxa, bishu way dhammaato, suluq buu yiri. Waa halka insalakha walidaalika tacbiirkan balaaqaha ku jirta. Ramadaanka markuu bilowdo goor uu soddonka gaaro uduma garanaysa, maalinka koowaad iyo labaad unbaa tirinaynaa. Markadan waxaad maqlaysaa dadkii ciidi u diyaar garoobay, ciidi iyo zakaatulfitriga laga hadlayo, insilaakh wey, macnaa degdeg wey, sulub buu leeyahay qofkii markuu ka dhex boodaya. Sida hadday ku dhacdo qofka isaga, wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, qofka isaga raqima anfuh uqu markaasankiisa booraa buu le sal alay wasalam. Idan nabiga sal alay wasalam de qofkii haleelana de ajir buu meesha u tilmaamay, qofkii haleeli waayana meel kale marka dhacaya. Isbeddelka waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay nabiga sal alay wasalam, ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan, jannada waxaa ku yaal albaab rayaan loo yaqaan, waxaa ka gelaya inta saa'imiinta u keliya. Halkana marka waxaa kaaga muuqata ardadan bisha ramadaan ee ardada u ah waa ardada tuqaada ilaahay ka baqaya, kuwa saa'imiinta ah, kuwa ilaahay ku xiran ee iyagu marka ee ah fursaan binnahaar maalinkana, dad iyagu wadada ilaahay u jilib xiran ah oo sooman, habeenkana ruhbaan ah oo aad moodid inay ilaahay subxaana watacaala keliya mooyaane meel kale aanay milicsan, waana sida ay tahay qolada sidaasoo kale fadligaasa ilaahay subxaana watacaala marka uu tilmaamayo. Isbeddelka waxaa ka mid ah xataa qofka waxaa looga baahan yahay in jeebkiisa hadduu ahaa qof mathalan gacan adag oo kale, in bisha la isqasbo. Salawaatu rabbi wasalaamu xadiidkii bukhaari wuxuu leeyahay nebiga wuxuu ahaa ajwada annaas, dadka kan ugu deeqsisan, laakiin wa kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan xina yalqaahu jibriil. Waxaase ugu darayd inta uu nebiga sallallahu alayhi wasalam ugu deeqsisan yahay bin ramadaan markii la gaaro. Halkaa marka waxaa ka qaadata haddii nebiga sallallahu alayhi wasalam uu baashi karaari jiray oo xowligeeda sii kordhin jiray, haddii boqol la bixin jiray, laba boqol haddii la bixiyo maaragtay in la bixiyo ay tahay, haddii shan boqol la bixin jiray in kun la bixiyo ay tahay, adigana waxaa lagaga baahanya in marka wax iska kaa bedelaan wey. Idan xataa jeebkii iyo sadaqadii iyo wixii la bixin jirayba in la kordhiyo, kor loo sii daro oo kor ay aado. Waliyaalika muxafisaad baa jira waxaa leeyahay war shahaadada ugu weyne meesha laga qaadan doono waxa ay tahay
حديث القدس والنبي صلى الله عليه وسلم أوليه إلهي سبحانه وتعالى أوليه الصوم لي وأنا أجزي به صوم كأنا إسكال أنا قم بحنا كورا مركة ويكد وانت هاي كورسوين كالقاتو يجامع الله لقب مركة مالك أقدم بس الشهادة الله بحنا هدي بقرك أما دحوينها وقصة قيب قال ويكد وانت هاي كونفيكشن هذا كلا الجامعات في حفلة التخرج مركة أردو يقلين جبينيا إلهي سبحانه وتعالى في الصوم لي وأنا أجزي به هل كان مركة حتى قاعدة تأني تهاي هول يود تيهربك مركة كدوان ولذلك وحال رباها دنا قفك الضبعي يسون يسبدله ضبعي قاعد نقول يسبدله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليه قفك بش رمضان سيد بهرت والجنة وقاشان قفك يوسن هذا الحون كحدلن لدنا يوم كحد قدبن هدي أي بعد إن استجاب الله صوب بيكتو قفك ردك عليه قفبك الأفلاجات دي وحترى فلق إني صائم والقبرية ضبط النفس والقبرية نصد صد وحكمين لهي وما أركتي آذن ألف الجلي لهين وحلوح اللي جيرة دي قف إن توش كك أفلاجات دي أدنى الجواب يسي مركي عن صار الوجود بعيا مركي دول لا بدل يسي مركي إني ما أركتي اللي جيرة أقول له هو بريس كألا هذا خطر هل كان مركي وحل ربعين اللي جيرة حتى وحلو بعيا هاي تغيير كوي ما ده طبيعي قال ضد يسكت طبيعي معها قفبك والكولول قف بأفكي سؤال مستاجين قف بابا جعل هذا إذا حتى أن لديهن إنه جواب تسيه هرمريو حالة دو مركي ماشا مرة يسوح الوليه هدبا حتى واحد اللي قبا هي التهذيب الأخلاق أخلاق ضد حتى وحكا بدل وأن أكتهن إنه النبي أوليه صلى الله عليه وسلم رب صائمين ليس له من صيامه إلا الجوع بضانا قف صوما وقاجموا وحبا أن نكر سني ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر قف صلاة أتاقا وأفرموا يعني وحكى لو كفى إذي آني الجن أو أجرك وحكى لما محالة صونك معها صونك تغييرك كيري معها صونك بدلك كيري معها صونك قفك يسكو بدلين معها إلا نعرب كاغا حكمي بقى اللي قيري وأدين كاغا حكمي بقى اللي قيري بالله دقن كاغا حكمي بقى اللي قيري إنتوا اللي إيمانوي ولذلك إخواني وأخواتي النقطة ضن معاملة ضل حريتي وخطرتي دول وحلقة يا با إن أنو كقو ليسنو إلهي النوى فجي إن رمضان صدنا كما سيتها أصوم وحلقة أنا كقول يسون إنه صدنا كهبين إنك بضم بأمسوة تجنان وحلقة بقار كأن إن مركب القرآن كقار يعني ما لي بقول رم بيان بلقي يابا ما له بعيد رم بيان صور تكل وحلقة أنا كقول يسون أن كقول يسون وردي هي صلوات الصلاة على النبي أنت أنا كقول يسون على يابا لكن واحد يعكرته هذا الحن أن ضد أن كويري حن أن ضد حنتي ضد أن أفلقات دي ضد أن مركة قعنتي أن وقاد يوحي لم إذا إني بكيني كرت عمل كي إن أذكر رمسته حالة تغيير كي بلقي وياه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نوت المام يوم القيامة وحيمن دون أن صلاة تربض الحمبارسة أو ستة أو صوم فربض صوص صوم أو زكاة فربض ليمي لكن يبكى هيستوي حياه وحيمن إذا كنا أفلقات دي كنا وقراعي كنا ودب جرسي مركز النبي يقول عليه صلى الله عليه وسلم حسنات كيسة أنت اللي قال أخوك الله سينير هدي اللي جوايا ندم بيوضة على سوق هذا دوش اللي قصاره معاملة ذا مركا عمل كأما الجنة ذا كنا في سين كرتة معاملة ذا حن الجنة ذا كنا في سين كرتة وحا لو بريا سد كيف قال لي بالرمضان بلو بريا حال هدي صدق ما الموت أنا ود ويا شيء هنا نسحك مايو أو أن عرب كيجا ما رأيو أن إلاليو وأدين كي إلاليو ما أنت كلام وإيسا لنت النبي صلى الله عليه وسلم أرجع معاملة سي مهمة ويقول لي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قفكي أن بين أبورك كتجين يكو عمل يعني محن كوادا بينت الله الشيغو يشهد الزور يكو عمل فلك كيدا قفكي أن كتجين إلهي سبحانه وتعالى ضن وكل يهمال قفك كان إنه راشيني عبيتاني وكتكو إلهي ما وبانا وجدتكم مركب ما هو أزقاد تيسين يا ما هذان سومين بابا تكون خصبانا كرتابو وجدتكم ما هراد بان اسكود لي يا ما هذان صونين بابا هرادي كرتايو بيالان أهان كرتا وجدتكم وحوية مراها أن أسع النمحوية ما هو روح الصوم صوم كأن كهل للنمحوية روح دي سبحيت روح دي سبحيت هاي محبب لا لي ماد روح دي سبحيت إنها قفك أسحى كمان كرو إنت اللي أبهي والنبي صلى الله عليه وسلم ناشي ولذلك مواضيع ذا صدنا هذا أم كهل لنا وحي كم دين تغيير كأنه باهناكو ولذلك التغيير كان للإيه هديه سماد وإيسان نقانش وحب إيسان نقانش حنو ما لين يسوي حكست وحي حتى الله سبحانه وتعالى
أجرك حتى ولا زيادة نية. يعني أجرك أجر كيماها محال مركو إلهي إن الله وأنا أجزي به أجرك أجر كيماها كي وليري هاي وكبذين. ولذلك هذانا تغيير كوحا إيمانا بل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر محاكو أغيشي هذا ليلة القدر وحيته وحال لقير وهبين كن بلوتك خير بضن. ولذلك هبين كاس وحاكو إيمانا كون كو رن إزبدل باكو إيمانا وطن إله وإله جل وعلا وحاسود دقي سملائكت جبريل وسود دقي هبين كاس ورن وآمن حتى مطلع الفجر كون كدن بس بدلي هيدن آذن هوري لو أركي جرنا ملائك أي ملك سوى تاغن. ولذلك وارك تمركي مناسبة قارة أي جرتو أما وحا إمانا يقف مضحا أما قف باب بحا يما ربا جرى أما وحبا جرى واتن أسكرت ملك سوى صور لو ديبلويمنت أجر ملو بوي تاغي شيء كسو بدلي ورمان تم حاسو زيادة بلي ملو بابو ما مري حالك كان مركي هبينك وتغيير تغيير تام مركي إمانا تغيير كم حالك هنا ملو بابو حا تاغي ملائكتي بها تاغي وحال ربا شيء إلا بدل. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى إنه تغيير كمهم ويا بش رمضان تغيير الله تلقى روحه موجنة إلهي وحو لبقت القرآن كان الله تلقى إنه آذانها أو بدله أبش على سبت لسود الجي مناسبة تكون بعجر معي القرآن كله سود بير رمضان معي هي القرآن هو دستور إلهي الله تلقى بلشده إن لقوا بدله سادرت واحد لبشي واحد لبدالي لها هل سود الجي وقتها صلى لبقت وحكمة بكون جتلك وحنا كم التوحيابه عجائب تلي. ولذلك وحيدهان ضدك متخصصين تاع علماء العلماء التربويين وحيدهان قفك سوء السوء بالدولة وحقوبة هاي هاي لح إلا إيو كوي لواتن مانمو وصدح أسبوع يعني هم أسبوع بقفك سوء بدلي كرا أما كوي لواتن مانمو حتى ضدك ما أنت جيمك كه الله عليس كين لديما كه الله أما عادة حن سيلو بدلا كه الله أما السيجار كسين وجوجيا كه الله أما هبل خمرات سو وجوجيا كه الله كورس كقفكو حال السيا لح مال موت أي أغير مينيمم مجزمم كإنت أوبضن وكورس كوصعان وكو إلو أتن مال موت هالك كأنه حال وغير صدن لباتن إيا السقال إلا صدن مال موت هالضبا تجربة أي كو أغاذين داد كمان تجوغة مركي أي باريس سمين وعلم باريس لسمين بوحة الأغاذة دي تشين ينو إيمان كرو إسبدلك إيمان كرو هالإسبوع إلا سدح إسبوع أنت ودح إس إلا كو إتنو أما أنت قبضا هل كان مركة دين تنوي نوشك توحى لعلكم تتقون أياما معدودات ساد إلهي وقاقب بقضان تقوى هدان مغشي والتغيير تقوى دوام محي والتغيير ولا بدله إلان إلهي كبق قوام محي حميوة دوسع تبدل حميوة وناك لأمو صلاة دي واتكسي حنجت وربدل صلاة دي وقتي دي كنتكو ضد بعد حمانيس وربدلو ما أركتي حمتي جوجي إذن دين كان لن إلهي سبحانه وتعالى نوسو دجي وحو حمبارس التغيير بو حمبارس تغيير إن وجروحا موجنب حتى وحال الرباء قرآن كبشة رمضان مركة اللي وجرو وأي كدو انتهي مال محكلة يعني بشا وبالكدو انو سادرت وحال لبها شهر القرآن إيه نقطة لقب الله بشا حتى أن يكون جنو وشعبان وحيديه جنو علماذا شهر القراء ووقتي قراء ذو أي قرآن كلي أبيح الجرين وماشي علماذا يديه الجرين أما مركة المركي بعض السلف كان إذا دخل شهر شعبان بشا مركي وصوق الشبك مهردي صدوشه كحرن جري ما بدك لا لما كل مجرين عودي جرب بشه بشه قرانك وبشي ان قرانك ان بورك كجفي لهين مصحف كان سيغد اي دول حبستي اي غريها انه يا وقتي الاقل لها ووقتي فيرجن كاودن بايا تطبيق اودن بايا قرانك ان سود دجل له الموبايل كو سود دجسن له ووقتي يقف مصحف وحكي دي وماشي وكيل له ووقتي هذا جزء أقرن قلت كرة لبا يسدحت كنيرة كده كتير أي تعب هذا أتكون تكنجرت برب الناس إن على الأقل حزب أتكون كتير أي تعب ووقتي هذه صلاة هذا قرب قرب إيه كذا جت الجماعة هذا إيمان له يقول هل كاوي تغيير كمرك الله بعدين ولذلك قرآنك مركي تاجنته ضدك وكل نوع من نوع حافظ لكتاب الله جل وعلا إلهي بن عمسي كائس أو حائيا ضراء أن أذن ولا يابا أي ماذا صلاة هاي نقبحية تراويح إذا المساجد الدجية ضد حجر بالرمضان بويان القرآن كان وقتك لأن نقرد القرآن بالرمضان لأقري طلو ساء باقي ونقون كرميان ومقد أنو سوق قليل ميان استرس آن الله سيقف إلى هاي ومضى انتو كرحو شيء كلام كي سلافت وقلي عض وغضري أو بربل قاركوت قراءات حتى لور راعي إن أكسح ضد
كي كلا يتتعتع أقران كأنا حبدي كرين وما أنت هبني ما إله جعمه أريدنا إله وحبتسي وليه وجزء دافي لا وضحى ودافي لا أدنى أنتو إله سجارة هو يرى هو بي إن تكسر حتى خطرت هذا لا هذا ذا إذا إلا بدلوا نقطة التغيير وأين هالك هكمل لعبته نين أي ماذا كمل ذبح له مدة رور إلى عتن سنة القرآن كإله حفظ سنابي رور إلى عتن كسنة وحير بالرمضان وباقي الجربي رمضان كمركو صاق لنا سر القرآن ودي الربا خلاص يوم كداي بل لا بجس أفرس إنجيل الله بند الجربي صا مرك عيد الله جاب حنا مرك هسا يقول دم بين جتبير وأنا نندن دتك إمام مؤه ودتك محاد كجيب حين جت مهلك عجبا وحيري قام وحن قاتبيري بالرمضان صوص عتبا قام قاتبيري بشي من جلايبير سيفي عم بالقرآن كواقرية لبلا بلا جزء مركا نارك إنه إنه ورين هل كسان كلا قبتبير ما أنت حولي حد يدين إلى أقرسان بوما لين يبير سيدي إلهي سبحانه وتعالى أي كفر هل كا هل كان أبهنا إنه تغيير هو كبل الوضع تغيير كان أبهنا هل كا ولذلك أقول لبع عمل با أهمية ذي لي عمل وحاجة وقفك أوهن قل تاجي دون مركو آخر هذا أتقه أمهيمة وصعني عمل الله سبحانه وحكم إذا كوا القرآن ك صلاة هل كان بكاء هاري دونتا آخر ما مقليس هل تكل آخر ما مقليس ما رأيته صلاة هل لو يشتاق أما هل الصوم لكن واحد مقليس إذا اللي هي قارئ القرآن متى ها اقرأ ورقة أقرأ قرن أسي السعود النظ منزل هذا أجد النظ كل هذا وإلا هل كآيات أودم بيسيك كارت يعني آيات أودم إلا لك كارت مثلا وإذا زلزل بعد في السنة هاي إذا زلزلت وردت البامركة ماشي كل جرت ودي ديني سحوقة يعني أنت ستكو أكتب بقرة حفظ سنتة والقرآن كورنا بعد حفظ سنتة وحان آد وليا عبادتكو يعني آد يا الله وفانو لهيب الباس بو ليا باس بو قتي وكسيون بو حالي أفرتن باس وإسقرب هاي مقالة برتن كيدو إنتا نقانو شان سنة كدو ساس وإسور رغي يددكو آد بي مركة وقردان ورباس كي آخر أو كوحرون كتاب الله جل وعلا بشي وحان وسوقان رمضان كأهيد باس كما باس كين الله شق استأيته ولذلك يوم القيامة مركب باص كاو أي راضو ميادن أقوى من مين دونين وأذن ديه دوني يا رب هدي الدنيا ذا ما أنت اللي يقول عليه الله دب دمبان قرآن كواقري له قف أبوك قوم مين وحكى الله يا قوم مين يا هذا نصدق دي فأصدق وأكون من الصالحين لا وضع شيء بقف قوم ما أما وشليته أي مركب إيمان دونته هل كاو هل كان أبا عنا إن المركب فهمناه ولذلك وحيد هان وحاجة استه فورمولا صح حساب تلقوه هلا فورمولا مثلا دي وحي وحا لو درو ووحا لو درو اساسا صوت بحي اكس اكس لو جي واي لو جي سو فورمولا مالها سو قاعده مالها تغيير كاينو يمادو قاعده الا ذا كو هرت كو هرت ادي اس قيمه هدا هلكي تاغنت قران يعني كم جزء تقرا في اليوم امسا اقرسا مثلا مالنتي مسبب اقرس دي بقول الله صلاه دا جماعه متاه وجماعه مكتكتا نبي وحي نو شيغ 12 ركعات با ليري قفكي لازم اي جنه جنده غوري لوغ ديساي هرت ملتي مادا اوكي صلاه قداش تسبيح تهليل يبقى جسم ملتي مادا اوراد ملتي مادا هلكا هو هلكا انو باهنا كو اسقيمه زياده واحد قدرتها بلاس خطه دي ايه وددي هي منهج اسكو بدل لهن دكسو كدمنا اسكو حسابته بمعنى واضح مركه وحن لها مركه تقييم ايفالويشن أو لغو داري خطة وددها راعي لهيد أو لغو داري إنا ديسابت سد هذا الشيء بتغيير كو إيمان كرا مركة تغيير محن كوالا إزبادل كمركة سو إيمان كرا إنو قوف تشينج أو سمي مركة سو إيمان كرتا لكن هذا إسكا سعوتيدو أو نسكا سعوني خطرتي دالي تغيير كمركة قرآن كي إنو الشيغي لامد بو نقوم كرا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ونقوم كرا حالك وناكسن وحالك حن أدو قورتي أما حالات من أنت كسر قرط الحالة ونكسر لا والله مدو هذه حالة ضاد وعفنت هنا كوري وقمت ونكسر وقور وهذا ماينس كل جرتنا ده بلاس نقا ولذلك هو حلو بعيا محفزات كأينا ده من كرت يعني إنك نظرة لنا أما إيجستينا أنا عماش آخر سد أنا وأركينا معهم سكدون بالله أركا مثلا تصال أهان النبي صلى الله عليه وسلم إنه شجع له ركع الله وما جعبه ركعته الفجر لابد هالرجوع رجع حك وحكى جابن ولي جام عرقت هاد بيوقع منت وين فضض بل عايشة وحلا ده مرة خارج محمد كش كي جنبي صلى الله عليه وسلم فهاد هذا ميو أقريبا مسلحين سيودك دقي يعني سي فاست وتر سادرت لابد هالرجوع إسكي خفيف كا
ayaa waxa leh khayrun min ad-dunya ma fiha aduno dan ii wixii dhaxahaada waxa khayr baa laba rakacood waa laba rakac bas halka marka waxa loo baahan yahay nadrada qofka markuu waxa u muuqdaan waa inaadan waqtiyarna aadan dayin halka markii maraysa haddana waxa la yiri waxa la rabaa tagyiirku markasta saddex geyr buu marka ka koobmaa koorsooyinka lagu qaadanaya jaamacaddu tagyiir ee taqwada saddex bay ka kooban tahay si nafsiskood midda koowaad midda labaad midda saddexaad waa geyrka ugu dambeeya maxaa yeelay arday baad ahayd oo bilow ah levelkii dhexaad gaartay halka kan waad qalinjabin doontaa sooma waa lasii adkaynaya ictikaaf baa imanaya marka ictikaaf uu nabiga sal alay wasalam ictakafa huwa nisaau sal allahu alayh wasalam isagii haweenkiisba way ictikaafi jireen bal waxaa lala beegtay leylatu lqadr habeenada tir isdhaafka ah ama kisiga waxaa dhihi lahaydba ee ku jira tobanka ugu dambeeya uu nebiga sal alay wasalam uu leeyahay qofkii raadina leylatu lqadr ha ka raadsado tobanka ugu dambeeya marka waxaa la rabaa marka tobanka ugu dambeeya waa halkii aad ka qalinjabin lahayd jaamacaddii waa kooriska halkuu ka dhammaan lahaa waa shahaadadii lacalakum tattaquuna goortaad qaadan lahayd wey shahaadadii waana ajzih bihi goortaad qaadan lahayd wey shahaadadii ma aragtay gufir lahu maa taqadam min dambihi wamaa laleeyaha boqoteed qaadan lahayd wey shahaadadii muxiyat dunuubuhu aad qaadan lahayd shahaadadii baa lasoo gaaray waqtigeedii waxaa la rabaa marka tobanka ugu dambeeya geerka kan ugu sarreyad marka saaraysa waana meesha aan rabno inaan fahamno markii taaganta fi hada albaab walidaalika waxay dhahaan markaan in yar milicsanno culimada bixiya koorsooyinka motivationka ama qofka in hamigiisa la kiciyo lagu tirtirsiyo waxay dhahaan kow kama soo harto waxaan horta adigu diyaar mooto haddii ilaahay uu kuu diyaariyo samadiina waa la bedelay oo wax kastaa la bedelay waxaan ula jeedaa jannadii albaabada la furay oo naartii waa la xiray oo shayaadiintii waxaa lagu sambeeyey oo kan baa la sameeyey kan baa la sameeyey oo every facility oo aad isleedahay adaa u baahan tasiil walbaba ilahay kusoo hardhigay horta adiga diyaar moota wuxuu leeyay ibnulqayim raxmatullaahi calayhim tagyiir waxyaabaha uu ku iman kara isbeddel qofku waa inuu isagu doono doonis leeyahay wuxuu leeyahay waxaa jira laba shay oo aan la bedeli karin wixii intaa ka soo haray waa la bedeli karaa buyuri ibnulqayim waxaan la bedeli karin qoraxda soo baxdaa galbeed noogu dhacdaa annagu wax kama samayn karno ilaahay subxaanahu watacaala sistamkaas ugu talagalay walidaalika orbit systemka iyo qoraxda iyo dayaxa ku wareegaan washamsu tajri limustaqiri lah dalika taqdiiru alcaziizi alcaliim walqamara qadarnahu manaazila xataa caada kalcurjuun alqadiim la shamsu yanbagi laha an tudrika alqamara wala lleylu saabiqu nahaari wakullun fi falakin yasbaxuun orbit system bay qoraxda iyo dayaxa bay ku wareegan wax kama bedeli karno habeenkii iyo maalinkii saasay isu cirbiyaan ma bedeli karno sabti wuxuu imanayaa axad ka hor axad waxay imanaysaa isniin ka hor isniin waxay imanaysaa talaada ka hor waxaa kada dawaali ma bedeli karno kan ilaahay subxaana wa tacala taa ma bedeli kartay iraado walbo iyo doonis walbo haddaan la nimaano ma bedeli karo laba waxaan wax laga bedeli karin ilaahay wuxuu sharciyeyn lama bedeli karo oo ilahay wuxuu ina leeyahy xurimat calaykum umahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakhi wabanaatu lukht waumahaatukum ulaatii ardacnakum waakhawaatukum min alradaca ila akhir alaaya ilaahay wuxuu yihi hooyadaa ma guursan karti ma bedeli karti shareeca iman karto hadda ina dhahaysa hooya waa la guursan karaa mala inantaada ma guursan karti walaashaa ma guursan karti eeddadaa ma geysi habareertaasaas oo kale waxaa kadaa dawaaleeg inanta ay ma aragtay xaaskaaga ay nin kale usoo dhashay oo adiga rabiibadaada ma guursan kartid axkaamta weligeed khinziir waa khinziir lama cuni karo dhiig waa dhiig lama cabbi karo halkaasay taagan labadaa shay bir ibnulqayim bedelkuma iman karo wixii kasoo haro sooma qofka hadduu isu yiraahdo war buurtan meesha ma ka rujisa waa samayn kartaa waxay dhahaan arag ghaswat alkhandaq markii nebiga sal alay wasalam iyadoo gaajada ay jirto oo cuntada ay cunayaan cunta yani xataa aanay heli karin oo markii ninka saxaabiga kaalay guriga markuu yiri laba nin loo wacayo ay intaa qof ay ku tageen oo gaajadu ay jirto baa nebiga sal alay wasalam micwalkiisa amaba bahashii uu dhulka ku garaaci lahaa garweyntiibu hal mar intuu sa ugu dhuftay sal alay wasalam baa intuu nuur ka soo baxay waxay qodeen trench ama god waxay qodeen oo aad iyo aad u dheer waa tii khudada uu dejiyey salmaan alfarisi maanta almadiina munawara waxaa tegey sharikaad baa tegey oo ingiriis americana iyagoo wata state of the art waxa ugu dambeeya qalaba oo dhul lagu faagay wataan waxay isku dayeen meesha inay wadooyin mareen waqti waxay ku qaadatay aad bay ugu adkaatay halka nebiga sal alay wasalam saxaabadiisa
أي دقيقة ذا كلية أي قصة ما ين خندقة وين أو دفيش كأي كلام ولا شوي دي محاكين إرادة كانت دون إسبع جست إلى القرآن كله ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم هدي الدوني لهاي مرة ريبيح لهاي إلى يلا بضل الروح لما نهى مرق خلاف كوذ وبطو أول سار وإلى وحلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هدي نبكت إلى بضل الدوني إلى هشيا إلى هو فجنيا إذا هل كان محمد خاضني دوني شرط وين يجتو سأل شو بدلو بالرمضان إن إنا قلت بشي أن كشد القاضن لها وأن بتري إيمانك كدنا بين لها وصحي أن كلتك لها ونلشي إذا أنت كهرسا سنة كصوص أنت كدن بيسوا أن طبقي لها راشينك أن عولي لها وحي أن كجد ماري لها مركا كدكتو إلهي سبحانه وتعالى نعمة دي سو هل كاوي مركا اللي وباهي وليالك وحجرة حجرة مهما أما با الصينيين أي تشينيس كليين يعني طبعا قصة يعني واسكا ليس كما هم نبا وحي وحان ربا ان الدنيا دان ان بدل يدا دنبا ان ان بدلو كتب نو دالي وحو ككين وي وحو اوغادا مركم سي او بدلو غورغيس كدبنا بشري انت اذا كلي ودرس كو غوري كدبنا انت كلي ودمدك بحت هرتو كو انو اسو اسكا بلابايت معنى عبير وان سود دهلي مركان الباب والباب عن قراعي وحان اقاذا بيقول انون اس بدل انا حبدل كريم وحيد عن جينيس كهدانا وحير هذان وليقا وحير هدي قف انتو بيوك كلل ووال انتو كسو الشبك سو هردقو وصورك او قبط قداتك ويسكو داي انو مضحا هوس انتو ما عرقتي حوق انو برشر كسارو وبيهاس كلل واداركيسي دو مركات وجيقاقو وطابتو ملوق وليه هرق وكان عايو يعني ما اسديبه يسا مركي مسو حادث استعمال يسا اود واحد استعمال يسا اود دا مده او خوق بدون انك اسكفل قلنه ما اسكو ديسا ويري دونيست اسبدل كهداني كا هاي تاسو كلي او انا اود دا ماشا او دمبيس ادن استعمال تو ذا ماكسيمم في انرجي هذا استعمالي وحبدل لا ما كرت مركو حلي باهيا ان ساعدي ان كبرسدو او ان اردو او oo mushafka halka ay maareeyay garabka aan ku sito oo mobile ki mushafka aan ku sito oo xafiiska mushaf uu yaal oo guriga mid uu yaal oo intan wadada socdo inaan aqriyo oo tareenka markaan saaran aqrinayo diyaaradda markaan saaran aqrinayo markaan fadhi aan aqrinayo oo aan la siilaad dimal aqdimay wa salaad dimal aqdimay war jamaa maare jamaacadi ma la isugu yimid war tara wixna ma la gaare war yaa gaajaysan wulyalika inta milyan dadkeena ah bishan gaajaysan النبيغان أقول له قفكي أفوري قف صوماً أجل كسو له وقتي أن أباه ننوي هدي أن حوغا يعني هذيك بدن يوجد ربشاً على الأقل وحال رباك عانتي يوني دبع النيمة دي كبه هذا حوغا ففراته داتك أنوار حيال لكي قبه هاي وينان دقاقه وينان قرمانه وينان حصم ينوي وحالنا قبه هاي تغييرك إلا أن إلهي سبحانه وتعالى ما قرانا إنه إن جانس كان نسين دون لبصنا وحانا صومرتي مساجد أي مرانته laba sano waxaan soo martay tarawiixii iyo waxba aanay jirin laba sano corona la sheegayna soo martay hadda ilaahay subxanahu wa ta'ala janis bunisi wariyalka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii looga sheekiyay laba nin oo walaalaha wada dhashay midna uu shahiiday midna uu ka dambeeyay sanad buu yiri ki dambe waa nabiga sallallahu alayhi wasallam si gaar ah u amaanay wariyali ya rasuulallahi leesh wa hada ki istashhad markaa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka sanad buu ka dambeeyay buu yiri akoonkiisu buu xusanay daqiiqad walba lagu kordhiyay ilaahay wuu ku jaclaaday dadkii maanta raacay walaalahayna ha maxaa dumara maxaa rag ah maxaa waayeela maxaa da'yara inta dhimatood garan kartaan daacunka nasoo maray dadkaas way tageen laakiin ilaahay subxana wa ta'ala uu ku raajiyo ku soo reebay maxaa lagu soo reebay ma inaad sidaad iska ahaatid ba miyaana cibra aan ahayn tanu wixii dhacay miyaana cibra inoo ahayn miyaana darsi inoo ahayn ma inaan wax ka qaadano soomaa inaa ilaahay subxana wa ta'ala ka baqno soomaa halka uu halka loo baahan yahay marka isbeddelkan u baahanahay taawo ولذلك هذا الكرنتي لأب ودارن كرا إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم وعن كسو قوى قبين لها كلمة دي ذا ما يا دينته أما جوانبته بدل كأباها رمو البين نقوم كرتا individual level أنيقة يعديقة وحن عدد عادية وأفراد بها من هاي وحن نقوم كرتا يسي collectively ومضحان النقوة دسعنا وحن نقوم كرتا قرن أهم بين نقوم كرتا بدل كاسه اللي نوبه ولذلك سي
umaddu inay bedelka ay ku baraarto ay nolosheedu ay ku socoto shaaga nolosha ee wareegay inuu bedelka uu yahay waxaa muujinaya ilaahay subxaanahu watacaala biltii uga qiimo badnayd buu intuu ina siiyey wuxuu yihi lacallakum tattaquuna ayaaman macduudaat waxaan rabaa kooraskaas inaad qaadataan maalmaha farakutiriska kadibna aad ma aragtay aad hawshii inaad wadataan wixii intaa ka dambeeyo axkaam iyo wixii la xiriira halkaasaan kelmadeeda kusoo gabagabaynaya wabillaahi towfiiq.